تمام السادسة والنصف من قسم الأخبار، نحييكم مشاهدينا ونبدأ النشر بالعناوين. خلية أزمة لمتابعة تطورات اختطاف 10 دبلوماسيين تونسيين بطرابلس. قرار الارتقاء الآلي لتلاميذ التعليم الأساسي يزيد في تعقيد أزمة الشأن التربوي. الصحراء التونسية تنبت ورودا وتخلق مشروعا تصديريا نموذجيا برمادا. مرحبا مجددا، نبدأ النشر مشاهدينا بتطورات الحاصلة في حادثة اختطاف 10 من موظفي البعثة التونسية على إثر اقتحام عناصر إحدى الكتائب المسلحة الليبية مقر القنصلية العامة بطرابلس، حيث أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها عشية اليوم عن تشكيل خلية أزمة تضم ممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارات العدل والداخلية والخارجية. وستتولى هذه الخلية وفق نص البلاغ متابعة تطورات الحادثة والقيام بكل ما يجب القيام به للإفراج عن أفراد طاقم البعثة التونسية في أسرع وقت وضمان سلامتهم الجسدية. وزارة الشؤون الخارجية من جهتها استنكرت بشدة قيام عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس باقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس واحتجازها لعشرة من موظفي البعثة. واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذه الحادثة بمثابة الاعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية والانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية. وأكدت الوزارة أن كافة أجهزة الدولة تتابع بكل اهتمام وانشغال تطورات هذه الحادثة بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية قصد التوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم الجسدية. كما ذكرت الوزارة كل المواطنين التونسيين بعدم التحول إلى ليبيا في الظروف الراهنة إلا للحاجة الضرورية القصوى وبعد التنسيق مع وزارتي الداخلية وشؤون الخارجية في الغرض. إضافة لذلك دعت أفراد الجالية التونسية الموجودين بليبيا إلى ضرورة مزيد توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم في هذا البلد ومغادرة التراب الليبي إن اقتضى الأمر ذلك. وحفاظا طبعا على سلامة المختطفين التونسيين واحتراما لسرية المباحثات الجارية بخصوص الإفراج عنهم، فأننا لن نخوض في مسألة الاختطاف، ولكن لتوضيح الصورة لما يجري في ليبيا بصورة عامة معنا عبر الهاتف السيد غازي معلا خبير في الشؤون الليبية. مرحبا سيد غازي. مرحبا. طيب سيد غازي، ما الذي يجري حاليا في ليبيا من تقسيمات ومسألة التوازنات الأمنية عموما، وماذا يحدث بالضبط في طرابلس؟ أكيد أنه لا يخفى على حد الآن في ليبيا هناك انقسام سياسي عميق، هناك انقسام، هناك خلاف عسكري أيضا تشهد ليبيا منذ الآن سنة أو ما يقارب السنة. الآن في طرابلس هناك حكومة أمر واقع تسمى حكومة الإنقاذ، هذه الحكومة تحاول أن تسيطر على الوضع الأمني خاصة، لكن يبقى هذا الأمر صعب نوعا ما، ويبقى الوضع الأمني هش في 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 في, في كثير من الأحيان. لذلك نشهد ما يحدث الآن في طرابلس من اختطاف، وهذا أمر نتمنى أن يقع حله في خلال الساعات القادمة، وهذا ما يسعى عليه عدد الأطراف التونسية والليبية. لكن للأسف الشديد في ظل غياب دولة مركزية أو سلطة مركزية في ليبيا، وفي ظل تفشي السلاح بدرجة كبيرة جدا وكثرة الكتائب العسكرية التي ليست لها في أعظم الأحيان مرجعية واحدة أو وحيدة، لذلك تتصرف بعض الميليشيات أو بعض الأطراف المسلحة تصرفات خارجة عن. طيب سيد غازي، في هذا الإطار ماذا عن داعش وسيطرتها يعني على بعض المواقع الحساسة بالبلاد؟ هذا موضوع آخر أيضا مهم ومهم جدا، ويمكن يكون أخطر حتى من المواضيع التي كنا نتحدث عنها سابقا. يعني الآن هناك منطقة كاملة هي منطقة سرت، يعني مدينة سرت وضواحي سرت هي الآن تحت السيطرة الكاملة لتنظيم الدولة أو ما يسمى داعش، وهذه المدينة تقع على حدود 680 كيلومتر من الحدود التونسية، وحوالي
800 او ما يزيد على الحدود المصريه، يعني هي تتمركز في منطقه وسطى على مستوى الشريط الساحلي الليبي، هي مدينه قريبه جدا من الهلال النفطي الليبي، او هي تقدر تعتبر العاصمه الهلال النفطي الليبي. لذلك الان تمركز هذه المنظمه الارهابيه داخل التراب الليبي يشكل خطرا اولا على المجتمع الليبي وعلى دوله ليبيا وعلى امكانيه الرجوع او بحل سياسي او بحل امني يجمع كل الاطراف الليبيين، لان هذه المنظمه متمركزه في منطقه وسطى تقسم البلد على سيد غازي. في ظل هذه الوضعيه الصعبه والحرجه كما كنت تصفها، انعكاسات هذا الوضع ككل على تونس وعلى التونسيين؟ أكيد هو هناك انعكاسات عديدة جدا، يعني هناك انعكاسات مباشرة، يعني كما شاهدنا اليوم عملية الاختطاف التي حصلت لعدم وجود سلطة مركزية في ليبيا، هناك انفلات أمني، وهناك سيطرة لمجموعات إرهابية على مدن كما في سرت، كما كنا نتحدث كذلك في مدينة درنا في أقصى الشرق، وهذه المجموعات تضم عدد كبير من الإرهابيين الأجانب ومن عديد الجنسيات، وفي عدد كبير من التونسيين. ولا يخفى على أحد أنه يوم الأحد الفارط كانت هناك عملية إرهابية في مدخل مدينة مصراتة نفذها للأسف الشديد إرهابي تونسي، وهذا من الإرهابيين ممكن في يوم يتسلوا إلى الأراضي التونسية ويقوموا بعمليات إرهابية، الله يقدر إن شاء الله ما يصيرش هذايا، لكن هذايا خطر موجود ولا بد أن نكون يعني في واخذين كل الاحتياطات الأمنية ما يخص هذا الأمر يعني. واضحة. مشكورة السيد غازي معلا خبير في الشؤون الليبية، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف لتوضيح هذه المسألة. في الملف التربوي، وبعد القرار الصادر أمس عن وزير التربية والقاضي بارتقاء آليا لكافة تلاميذ المدارس الابتدائية خلال السنة الدراسية الحالية بصفة استثنائية إلى المستوى الأعلى، تواترت ردود أفعال الأولياء فكانت بين رافض ومؤيد للقرار. في سابقة هي الأولى من نوعها، وردا على مقاطعة النقابة العامة للتعليم الأساسي إجراء امتحانات الثلاثي الثالث، وزارة التربية تعلن نجاح كافة تلاميذ المرحلة الابتدائية، قرار تباينت حوله الآراء واختلفت ردود أفعال الأولياء ووصلت إلى حد التناقض بين مؤيد ورافض للقرار. تقبلته كما تقبلوا الناس الكل، فهمني، خاطر ما فما حتى حل آخر خذ الحل هذاك. شكون يعني شكون باش يعدي الامتحانات؟ شكون باش يصلحها؟ شكون باش هذاك الحل الوحيد. خطأ، وهذا القرار يرجع كنتائج سلبية على التلامذة، لأنه الامتحان هو الوسيلة الوحيدة لتقييم التلميذ للارتقاء. مش في صالح التلامذة، أكيد مش في صالح التلامذة، أكيد. بي أنت علاش تخلي فيهم يقراوا لتوا كي هما مش يعديوا؟ معناها فما حلول توافقية بين نقابة وزارة التربية والوزارة المشرفة معناها والمعنية بالأمر، في أنه معناها يلقاو حل توافقي بين ضعنا فينا الأولياء وضعوا فيها وليداتنا. معناتها العام الجاي انا ولدي جاي بثمانيه تعدى الليسي، اشنو ننتظر منه؟ ننتظر منه حتى شيء. كولي معنا كنت ننتظر ان ولدي باش نشوفه متميز متوسط، باش نشوف مواطن الخلل الضعف نتاعه وكذا، ثماش ما نعاونه في العطله الصيفيه، فاذا به معناها نلقى روحي معناها هكا ولا كل شيء معناها ضبابي. النقابة العامة للتعليم الأساسي عبرت عن رفضها القرار، وذهبت إلى حد اعتباره ضربا لمصداقية المنظومة التربوية ويساهم في مزيد تدني قيمة الشهادات العلمية. قرار غير مسؤول، تقبلناه بكل استهزاء وسخرية. الآن المدرسات والمدرسون يتندرون بهذا القرار، قرار ارتجالي، قرار لا يمكن أن يصدر عن وزارة التربية يدعي وزيرها أنه يتبنى إصلاح المنظومة التربوية. هكذا يقع الإصلاح؟ التقييم هو محطة لابد منها حتى نصلح الإعوجاج والأخطاء التي يقوم بها التلاميذ. تغيب مؤشرات الحل وتمضي لعبة لي الذراع بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي، وصلت إلى حد إعلان النقابة العامة للتعليم الثانوي في بلاغ لها اليوم مقاطعتها جميع أشكال المشاركة في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام.
هذا وقد أكد اليوم كاتب عام نقابة العامة للتعليم الأساسي المستوري الجمودي أن النقابة قررت رفع قضية لدى المحكمة الإدارية بشأن القرار الصادر عن وزير التربية والقاضي بارتقاء كافة تلاميذ المدارس الابتدائية خلال السنة الدراسية الحالية بصفة استثنائية إلى المستوى الأعلى، واصفا القرار بأنه إجراء غير قانوني. وأوضح الجمودي أن الارتقاء من سنة إلى أخرى لا يكون إلا بقرار من مجالس الأقسام، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل ضربا لمصداقية المنظومة التربوية ويساهم في مزيد تدني قيمة الشهادات العلمية. وأفاد الجمودي في هذا الصدد أن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ستجتمع في أقرب الأجل لدراسة الخطط النضالية التي سيتم اعتمادها في المرحلة القادمة. إلى موضوع آخر الآن، تستمر معاناة المواطنين بتطاوين من تدني الخدمات الصحية المزداد. وضع صحي صعب بالجهة يزداد حدة بعد تواصل إضراب أعوان الصحة الذي ينفذه بكامل ولاية الجمهورية منذ يوم الأمس. في ولاية تطاوين تستمر معاناة المواطنين من تدني الخدمات الصحية بفقدان طب الاختصاص على وجه الخصوص، أضيف إليه تواتر الإضرابات التي يشهدها القطاع. أنا تاكسي معنا، يعني نهز في الكليونات ونجيب للسبيطار، ثم ناس تجي من 140 كيلومتر من ذيبة وتجي من رمادة، والله حالات مسفة. ثم اللي شكون جبتها امس اني عندها عمليه خامره معناها تحلت من هنا ولت عملت للماده، يجوا لهنا يقول لهم انا هناش انسيون سانت غير ما يبعثوهم البنقردان ويبعثوا فيهم الجرب وزرزيس، ما ساتر عنه فيه في جنوب في قطاع الصحه. مش معقول يعني واحد يجي هيك يعني باش يعدي ما يلقى شيء، يلقى سبيطار فارغ. وفي اليوم الثاني لإضراب أعوان الصحة العمومية، هكذا بدت مختلف أقسام المستشفى الجهوي بتطاوين في شلل شبه تام وتوقف عن إسداء الخدمات. إضراب هو في شكل من أشكال النضال، هو مش الإضراب الأول، فقط حابين نحطوا منها هذا الإضراب في الإطار متاعها. هذا ناتج عن نقولوا احنا تغافل ونقولوا احنا عدم جدية سلطة الإشراف في إيجاد حلول جذرية لمشاكل قطاع الصحة. وعندي مرأة باش تزيد، جبت هنا للسبيطار قالوا لي ما عطونيش حتى هنا بلاصي باش نزيد، طاش هالي تحت الحيطة مطيش هنا ما عطونيش حتى هنا بلاصي وين باش نزيد. ما يعيشه المستشفى الجهوي بتطاوين من صعوبات أثرت وتداعت على بقية المراكز الأساسية للصحة في معتمديات الولاية، ما يتطلب الأمر تدخلا شاملا لتطوير هذا القطاع. في الملف الاقتصادي، وخلال أشغال الدورة الخامسة لمنتدى تونس للاستثمار والتي تلتئم بضحية جمرت، أكد زكريا حمد وزير الصناعة والطاقة والمناجم أن تونس تسعى إلى تسريع نسق الاستثمار الخارجي المباشر، مضيفا أنه سيتم قريبا إطلاق برنامج وطني غير مسبوق في مجال تطوير البنية التحتية منها طرقات السيارة والسكك الحديدية، إلى جانب تعزيز شبكات الاتصالات والأقطاب التكنولوجية. عرف معناه بالميزات التفاضلية والتنافسية لتونس في محاولة معناها لجلب الاستثمار وبالأخص الاستثمار المجدد. احنا في التوجهات المستقبلية متاعنا ان شاء الله باش نعمل عليها خلال الفترة 2016-2020 باش نحاول كيفاش ندعم الاستثمار في القطاعات هذه، القطاعات المجددة، باعتبار ما تفرزوا من قيمة مضافة كافية وباش نجم تساعدنا على اقل حاجة هو التقليص من نسبة البطالة اللي حاملي شهادات العليا. وبالتالي احنا في تونس حطينا برنامج كبير زاد انطلقنا في انجاز، وهي مساله الاقطاب التكنولوجيه، واعتقادي الاقطاب التكنولوجيه هذوما باش يكونوا عندهم دور فعال خلال الفتره المستقبليه حتى ان نطور مساله معناها التجديد كمحرك اساسي للتنميه في القطاع الصناعي. القطاعات الواعده الحق واللي احنا معاملين عليها وان شاء الله باش نشتغل عليها هي قطاع مكونات الطائرات، وهذا في تونس تعرفوا تقريب قطاع هذا يحدث 1000 موطن شغل في السنه. قطاعات اخرى كما كل ما هو يتعلق بالبيوتكنولوجيا، قطاعات تتعلق بالانتاج الادويه، معناها هذو القطاعات الواعده، قطاعات كما الصناعات الغذائيه مازال فيها معناها مجال كبير للتطوير ولتحسين القيمه المضافه. عندنا جمله من القطاعات الحق هذو مركزين عليهم ان شاء الله في الفتره المستقبليه. خلق مبادرات وتقديم أفكار ومشاريع في مجالي الاقتصاد البيئي والطاقات ضمن برنامج الاقتصاد الأخضر هدف أساسي لأشغال الملتقى الخامس للمشروع الأورومتوسطي للتشغيل الأخضر إيجرو جوب بسوسة بمشاركة دول إيطاليا وإسبانيا ولبنان. نسرين مهندسة شابة قدمت محملة بأفكارها في مجال الطاقات المتجددة للحضور في أشغال المشروع الأورومتوسطي للتشغيل الأخضر للتعرف على آخرين.
البروجي هذا هو موجود منه في فرنسا اني عجبني خاطرهم يستعملوا فيه ونحن نحتاجوه برشا لهنا سورتو في تونس فما استهلاك كبير للطاقه للالكتريسيتي دونك علاش مادام احنا متوفرت لنا الشمس والكليما نتاعنا موجود وكل شيء موجود علاش نحن ما نستغلوش الشيء هذا. تثمين الفضلات الخضراء على غرار ماده المرجين هي ايضا كانت احدى الافكار المقدمه. نشوف انه البرة تصير فالوريزاسيون تاع المرجين اللي يصير في التثمين في البيوديازيل في الكوسميتيك اللي هي لاكوش شحميه تاع المرجين. في تونس مالوروزمون مازلنا ما عندناش مازلنا ما دخلناش السيكتور هذا. المجالات هذه حددناهم حسب الاشكاليات المطروحه على مستوى ولايه سوسه. المجال الاول اللي يهم تثمين النفايات الخضراء واخذينا المرجين. المجال الثاني هو في الطاقات المتجدده اخذينا الطاقه الشمسيه وخاصه التنوير بالطاقه الشمسيه. الملتقى هو الخامس للمشروع المتوسط إجرو جوب من أجل التواصل والتبادل بين المتكونين وتكريس ثقافة المؤسسات الخضراء. بالنسبة للبرنامج الأورو المتوسط حول الاقتصاد الأخضر اللي هو برنامج على سنتين بدأ انطلق عام 2014 ويكمل السنين إن شاء الله في ديسمبر 2015 وهو بمشاركة عدة أطراف. منهجية جديدة تحث على تبادل الأفكار وخلق المبادرة لبعث مشاريع من شأنها تحقيق تنمية مستديمة والتعود على استنباط نماذج اقتصادية خضراء. ضمننا لتقديم منتوج جيد لزيت الزيتون ومستخرجاته أقيم صالون الدولي لزيت الزيتون ومشتقاته الذي احتضنه معرض سوسة بمشاركة 80 عارضا من 10 دول لعرض أعصر وأحدث المعدات والآلات الخاصة بجني الزيتون وعصره وخزنه وترويجه. التكنولوجيا في خدمة الزيتون شعار الدورة الثالثة للصالون الدولي للزيتون وزيت الزيتون ومشتقاته. الصالون جمع 80 عارض من جنسيات مختلفة لتقديم أحدث وأعصر الآلات والمعدات لضمان جودة المنتوج. جينا بالنوعية الجزائرية من جهة القبائل ومن جهة غرب الجزائر ومن جهة الوسط الجزائر وأنا في ثلاثة أنا شغل ديكوليك وإن شاء الله نتعرفوا بيناتنا وحنا التونسيين. نعرضوا في لي دو كونتور اللي هما يخرجوا الزيت من الزيتون وعنا زادة سكون أبيل الريباسو اللي قاعد يخرج الزيت من الفطورة وعنا لي سيباراتور اللي يخرج لي صفاية. هذه تكنولوجيا جديدة والمكاكنجية بكلهم باش ياخذوا روندمون قاعدين يبدلوا فك البريز وفي المعصره القديمه. دي فوا نصور دي فوا كومباني ما نصوروش سا ديبون ولهذا مش باش نبدلوا ديما نكذب كي نقول نبدلوا ديما اما ساعاتها الواحد لازم يبدل لازم يجدد لازم يمشي يتطور مع الماتريال الجديد مع العصر مع الماتريال التكنولوجيا الجديده. كما احتوى المعرض على جملة من الابتكارات الصناعية الموجهة لتعليب وتصنيع زيت الزيتون وكذلك معدات الأشغال الفلاحية الخاصة بغابات الشجرة المباركة. والدورة هذه أكثر 80 عارض والجنسيات تعدت برشا في نفس الوقت الزوار كانوا عنا زوار من الخارج جاونا زوار من بلدان أخرى أخذ بدا المعرض ياخذ في نجاح كبير زرنا احنا برشا معارض دولية باش نجموا نسوقوا للمعرض هذا. كثروا من الشهر العبيد تاع احنا جينا من صفاقس احنا مانيش من سوسه دونك احنا اللي فركسنا وسالنا باش عرفنا سينو لا ما نسمعوش بها اصلا. الصالون الدولي للزيتون وزيت الزيتون ومشتقاته يمتد على 4 أيام تتخلله محاضرات وندوات حول تقنيات غراسة الزيتون وكيفية المحافظة على القدرة التنافسية لبلد يحتل مراتب عالمية متقدمة في تصدير زيت الزيتون. نواصل مع الفلاحة ولكن من زاوية أخرى. دعم المنتجات الفلاحية البيولوجية وتشجيع المستهلك على الإقبال عليها لفوائدها العدة حيث انتظم معرض لبيع المنتجات الإيكولوجية لدعم الفلاح والمستهلك بجربة ميدون تجربة رحب بها المواطن والفلاح على حد سواء. منتوجات إيكولوجية من إنتاج محلي عرضت على المستهلك للبيع في معرض للمنتوجات الفلاحية البيولوجية في دورته السابعة بجربة ميدون من معرض شارك فيه عدد من فلاحي الجهة. خطر هذه ما غير بيولوجية معناها ما غير خضار وما غير برودوي كيميك وحتى شيء ما هي ما حق ماشية بالكذا ولكن المشكلة احنا شوية مقصرين احنا يا. باقي موجود عندنا كل شيء احنا ثروات احنا مستعدين باش نحضروا المنتوجات نتاعنا ومستعدين باش نجو نوفروا جميع المستحقات المستهلك
سبيتر معناتها كما قلت لك معناتها الدعم المستهلك والفلاح في نفس الوقت. تقريب هذه المنتوجات من المستهلك قد تساعده من حرية الاختيار فيما يخص الأسعار والجودة والنوعية، مميزات استقطبت عددا من المواطنين على شراء بعض المنتوجات. حاجة باهية، أنا خذيت منها برشا حاجة، خذيت منها خيار، خذيت منها معدنوس، سلك، شيح، والله حاجة باهية معناها. الخضر على الأقل ما ثماش احتكار في الأسعار، هذه أول حاجة. وبالنسبة معناتها احنا نحب نشجع منتوج بلادنا، معناتها من المنتج إلى المستهلك ومبلاش برودوي شيميك، معناتها حتى صحيا معناتها خير. تقييم نجاح نتائج معرض هذه المنتوجات البيولوجية قد يساعد الاتحاد المحلي للفلاحة بجربة ميدونة من تنظيم العرض من المنتج إلى المستهلك مرة كل أسبوع خلال شهر رمضان، تجربة ستبقى رهن تنوع المنتوجات الفلاحية والبحرية ومدى توفيرها من قبل الفلاحة، خاصة أن تجربة العرض من المنتج إلى المستهلك لقيت الفشل العام الماضي. أول مشروع نموذجي من نوعه تشهده منطقة نكريف من معتمدية ترمادا يتمثل في إنتاج الزهور بالصحراء التونسية. نعم، مشروع لإنتاج الزهور بالجنوب التونسي يصدر كليا إلى أوروبا، مشروع استفاد منه العديد من أبناء الجهة بعد توفير مواطن شغل لهم. على أكثر من 9 هكتارات من البيوت المكيفة المغطاة امتدت مساحات شاسعة من الزهور والورود في أول مشروع نموذجي تشهده الصحراء التونسية بمنطقة نكريف من معتمدية ترمادا، يصدر كليا من هذه المنطقة مباشرة إلى هولندا. مشروع تصديري كلي 100%، ننجو في القرنفل ونصدروا فيه لأوروبا. السنة هذه يدينا بكمية صغيرة باش نمرنوا العمالة ونمرنوا كل من ما هو متدخل باش تخرج القرنفلة من نكريف حتى توصل لهولندا. هذا المشروع الأول من نوعه في معتمدية ترمادا مرت به صعوبات عديدة تمكن من تجاوزها ونجح في توفير عشرات مواطن الشغل لأبناء المنطقة اللي هم شغالين. كل معنا ثم نسبة 90% و95% من أهل المنطقة معنا، وبطبيعة معنا وقد ما يكبر المشروع قد ما تكثر اليد العاملة ويكون معنا رفع بالمنفعة على المنطقة ككل معنا. نجاح هذا المشروع بخصوصياته المتعددة وفي منطقة صحراوية بعيدة يعده المختصون مثالا لتحدي قساوة الظروف المناخية وشح الموارد المائية الطبيعية. في اليوم العالمي لمكافحة التصحر تم الإعلان عن مخطط عشري في ندوة وطنية بالقيروان خصصت لتقديم تصورات قد تساهم في الحد من تدهور الأراضي لضمان نظم إنتاج فلاحية مستدامة. مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي لضمان نظم إنتاج مستدامة هو عنوان ندوة وطنية التأمت بالقيروان. تعريف بظاهرة التصحر بالوقوف على الإشكاليات على المستوى الوطني وإيجاد الحلول المناسبة لمكافحة هذه الظاهرة. إن شاء الله باش تكون زادة فرصة حتى يتم إدماج مقاومة التصحر والمحافظة على التربة والتصرف المستدام في التربة في المخطط الخماسي. تخللت الندوة عدة مداخلات طرحت عديد التصورات لبرنامج العمل الذي سيمتد على مدى 10 سنوات، كما حضرت عدة جمعيات فاعلة في المجال. المشاريع في المجال البيئي تستهدف الأسرة في المناطق الريفية، خاصة وأن العام هذا هو السنة العالمية للفلاحة العائلية. الخطة الوطنية لتنمية الغابات والمراعي، تدعيم الغطاء الغابي والغطاء الرعوي. في اليوم العالمي لمكافحة التصحر تونس تعلن عن مخطط عشري للحد من تفشي هذه الآفة، فهل ستنجح فعلا في معالجتها؟ مع بداية العدة التنازلية لاستقبال شهر الرحمة والغفران شهر رمضان المبارك، تتكثف الحركة التجارية والاستعدادات للتحضير لهذا الشهر المعظم، ولكن من منطقة إلى أخرى تختلف العادات الاستهلاكية. زيارة إلى جابس للتعرف على أبرزها. أيام قليلة قبيل شهر رمضان المعظم ازدهر النشاط بالمطاحن التقليدية بمدينة جابس.
العائلة لا تزال في جابس تحتفظ بعاداتها القديمة وتعد لرمضان مواد مختلفة. جابس نحافظوا على عاداتنا القديمة ونسانا يحضروا رمضان وكل شيء يعملوا في الدار وكل شيء، وبعدين نجوا للرحايا الله يرحمه سي أبو عزيزة هذايا، نجوا هني البحذاء ونرحوا كل عام يلزمنا نجوا نرحوا شنو اللي لازمنا رمضان الكل. كل فترة نتاع ماسرة نتاع حاجة تكثر في رمضان، في ميلاد، في برشا حاجات أي لا في رمضان أكثر حاجة. في رمضان يكثر في هذه المدينة استهلاك البهارات والقهوة والبسيسة، والكثير من المواطنين يجمعون على فوائد هذه المادة في تغذية الجسم ومقاومة العطش. ايش حذرت رمضان توي؟ حذرت للشربة والنعناع الشايح والهروسنة والبسيسة معناها لطفي العطش. نحضر شوية طبيخة شوية تيشة، عنا البسيسة في جابس، شوية حوارات، قهوة عربي بطبيعة. الكثير من المواد التي تستهلك في رمضان تتميز بطابعها البيولوجي، وطريقة إعدادها تزيد في فوائدها الغذائية. في قفصة تجري كذلك الاستعدادات بنسق حثيث على مختلف الأصعدة لتوفير كل ما يلزم من مواد استهلاكية للشهر المعظم، تحذيرات لم تغب عنها رأى المستهلك الذي تذمر من غلاء أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية. أيام تفصل عن شهر رمضان المعظم استعد خلالها التجار بالسوق المركزية بولاية قفصة بتوفير الخضر والغلال واللحوم بأسعار اختلفت بشأنها آراء المواطنين. كل شيء فيه الخضرة باهية، الحم شوية 19000 غالية. اللي نقصت على التو قلت رب ان شاء الله نزيد الترخص ان شاء الله، انك تو كيما البطاطا موجوده ب 750 كيما قال الحاكم، الطماطم طاحت، الحار طاح، كل شيء طاح. هذا شو معقوله يعني؟ اللي يحب ياكل انت عايشين ياكل ياكل 4000 العام ياكل. الاستعدادات للشهر الكريم كانت محور جلسه عمل انعقدت بمقر الولايه، قدمت خلالها الاطراف المتداخله تحذيراتها خاصه على مستوى التزويد والمراقبه الاقتصاديه والصحيه. باش يتكثف العمل بتاعنا يمكن يتزاد عليه حصه ليليه بمناسبة شهر رمضان، باش نعودوا نخدموا حتى بالليل لمراقبة فضاءات الترفيه والمقاهي. بالنسبة للتزويد نحن متوفر عنا حاليا معناها ما يكفي لتغطية حاجيات الأيام الأولى من شهر رمضان، وتتوفر معناها مخزونات احتياطية لدى على صعيد وطني. إدارة الفرعية للصحة البيئية حضرت برنامج الواقع شهر قبل رمضان، يعتمد بالأساس على عنصرين، أولا التحسيس من خلال برمجة حصص تحسيسية توعوية لفائدة أصحاب المحلات بالإذاعة الجوية بقفص لفائدة المستهلك، ثم بداية من شهر رمضان باش نركزوا بالأساس على المادة الغذائية من خلال فرق ميدانية تقريب موجودة على الصباح وفي العشية وفي الليل. ويذكر أن ولاية قفص تشهد انخفاضا في أسعار اللحوم الحمراء مقارنة بأسواق بقية الولايات، كما تسجل أعلى نسبة استهلاك للبيض خلال شهر رمضان بمعدل يضاهي استهلاك جميع ولايات الجنوب الشرقية. قفصة آخر محطتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ونذكركم بأبرز عناوين النشرة. خلية أزمة لمتابعة تطورات اختطاف 10 دبلوماسيين تونسيين بطرابلس. قرار الارتقاء الآلي لتلاميذ التعليم الأساسي يزيد في تعقيد أزمة شأن تربوية. والصحراء التونسية تنبت ورودا وتخلق مشروعا تصديريا نموذجيا برمادة. نقطة الختام مشاهدينا، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.